اللحوم المزروعة تقنية ثورية في مجال صناعة الأغذية، تهدف إلى تلبية احتياجات البشر للبروتينات الحيوانية بطرق مبتكرة ومستدامة. وزارة الزراعة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لشركة أبسايد فودز وجود ميت لإنتاج اللحوم والدواجن المزروعة وبيعها في الأسواق الأمريكية. رئيسة العمليات الغذائية في شركة أبسايد فودز أيمي تشين: اللحوم المزروعة هي ببساطة لحوم حقيقية تنمو من خلايا حيوانية شبيهة من الناحية البيولوجية باللحم الذي أحببناه وأكلناه لعشرات الآلاف من السنين، لكنها مصنوعة بطريقة جديدة تماماً. تحب الخلايا أن تنمو وتتضاعف لتصبح لحوماً في النهاية بعد حوالي 7 إلى 14 يوماً على حسب ما نريد صنعه. نقوم بحصاد الخلايا، بعد ذلك يمكننا تحويلها إلى أي منتج من اللحوم، فيلي، دجاج أو همبرجر أو نقانق. يمكن أن تصبح هذه الخلايا أي منتج يمكنك التفكير فيها. يقول الخبراء إن هذه التقنية تساهم في تقليل الضغط على البيئة. إنتاج اللحوم التقليدية يستهلك موارد كبيرة من الماء والأراضي والحبوب والعلف، ويساهم في انبعاثات الغازات الدافئة وتدهور التنوع البيولوجي. بفضل هذه اللحوم المزروعة يمكن تقليل استخدام الموارد الطبيعية وتقليل تأثيراتها السلبية على البيئة. المختصة في الأنظمة الغذائية والزراعة المستدامة ريتشل سانتو: هناك مجموعة من الأبحاث التي تظهر أن خياراتنا الغذائية تساهم بشكل رئيسي في تغير المناخ، وأنه من خلال تغيير طريقة تناول الأطعمة يمكننا المساعدة في معالجة إشكالية تغير المناخ. يمكن أن تكون اللحوم المزروعة جزءا من الحل، لكنها ليست بالضرورة الحل الوحيد. الشركتان أبسايد فودز وجود ميت حصلتا على الموافقات الفيدرالية المطلوبة لبيع اللحوم والدواجن في الولايات المتحدة، بعد اعتبار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أن المنتجات من الشركتين آمنة للأكل. يقول المدير العام لشركة صناعة اللحوم المزروعة أبسايد فودز أما فاليتي إن الأمريكيين يشترون اللحوم بغض النظر عن طريقة صنعها، ماذا لو تمكنت شركته من جعل هذه العملية أكثر لطفاً ورعاية وصحة وتغذية. على المدى المتوسط نتوقع أن تصبح منتجاتنا متكافئة مع اللحوم التقليدية. ربما يأخذ هذا الانتقال من 5 أعوام إلى 15 عاماً. الاختلاف الوحيد هو أننا لا نربي ولا نذبح الحيوانات، ونتوقع أن يتم وضع منتجاتنا في الأسواق ومحلات البقالة تماماً حيث تباع منتجات اللحوم التقليدية، سواء كانت مجمدة أو مبردة أو طازجة، وليس بجانب المنتجات النباتية، لأن هذه اللحوم ليست نباتية. هذه التقنية الثورية في مجال صناعة الأغذية تهدف إلى تلبية الاحتياجات من البروتينات الحيوانية، لكن المزارعين يعتبرونها خطراً يهدد المزارع الأمريكية. ستيفاني ناش، رئيسة جمعية لحماية المزارعين: توفير هذه اللحوم المصنعة مختبرياً بديل يعطي للحكومة الفيدرالية عذراً لإدراجها في النظام الغذائي إذا لم يتمكن المزارعون أو أصحاب المزارع من إنتاج اللحوم. الحكومة ستبدأ في تضييق الخناق على المزارعين بشكل أكبر للقضاء على الزراعة. أعتقد أن ما يحصل هجوم صريح على المزارعين أو أصحاب المزارع، ولا أعتقد أنه ينبغي اعتماد هذه اللحوم المزروعة في الولايات المتحدة. اللحوم المزروعة ربما أتت للاستجابة للتحديات العالمية المتعلقة بتزايد السكان وتأثير صناعة اللحوم التقليدية على البيئة ورفاهية الحيوانات، لكنها تثير مخاوف كبيرة تتعلق بهذه العمليات المختبرية، مكوناتها وأثرها على صحة الإنسان، بالإضافة إلى تأثيرها على صناعة اللحوم التقليدية والتجارة المرتبطة بها. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمدينة